السؤال الأول، السؤال الأول نجاوبك عليه أو نبدأ بالسؤال الثاني، قضية إعلان حزب من مدني مزرعك. هنا يجب كما قال الآخر ما نخلطوش شعبان في رمضان، سامحوني من نوضح واش معنى الكلام. هذا الشهر الجزائر تحتفل أو تتذكر الذكرى العاشرة لاستفتاح أو ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. حادث أو واقعة لا يجوز أن يكون سبب للتهجم على سياسة الميثاق، سياسة السلم والمصالحة الوطنية. نقرأوا الإعلام تاعنا، قال سايتين ترايزون. Et je vais vous expliquer, cher ami, pourquoi j'ai dit une manœuvre. لاحظ معايا. مزرق مدني من 2000 كل عام يدير اللقاء تاعو. والدولة على بالها به، يديروا في جيجة. واش يدير في اللقاء تاعو؟ يتلاقى جماعته، ساعات يتدخل باسمهم القضايا الاجتماعية. بات بروبليم. هذا العام البعض اقترح عليه يروح المستغانم. فليكن. ما اقترحوا عليه يروح المستغانم، راحوا اقترحوا او راحوا قالوا باتريوت جي ال دي غارد كوميلات اي خيانه. فو فو لوفي. داروا ملتقى في البويره. صرا عرس في عائلة فلان. قال بالك لو كان تعلم شي حاجه. قال نعلن على حزب. غادوا من داك تصريحات خيانه. قارد كومينون ظن وقيل اليوم اللي عندهم مسيرة في باتنا. ماش الأحداث اللي تهم، لازم نتكلموا لشعبنا الصراحة. انتم كلكم في بيوتكم في لقاءاتكم في الشوارع كي باقي الجزائريين كنتوا تسمعوا باللي سبتمبر رايحة تخلط. سبتمبر رايحة تخلط فاش دخلة كاين اللي ما كانش باغي الرئيس يترشح العهدة، راه حقه شغله ترشح والشعب زكاه. قال لا الرئيس مريض ربي شافيه ويطول عمره، قال لازم نطبقوا المادة 88. المادة 88 رواية دارت شهرين ثلاث شهور طاحت. قال لا فيها رئاسيات مسبقة، وهنا صالونات تقولها وجرائد لندن الشرق الأوسط والحياة إلى آخره تروجها وهي رايحة وجاية كما كنا عايشينها في 94 و95 في سنوات الجمر. رئاسية مسبقة ها. وخرج الرئيس برسالة تاعو يوم 5 جويلية، قال إن شاء الله ربي يقوي صحتي ننفذ الالتزام اللي خديته مع الشعب الجزائري العهدة تاعي. فجوية وتشوز نخلطوها. لكن هذا لازم يقال. الآن مزراق قال يدير حزب وقال شوف الدولة كبرت به، هي كانت جابته يستشار في الدستور. دولة هاد الوئام وهاد المصالحة، خلينا نرجع لأصله باش نقول تحرك جماعي للدولة الجزائرية اللي راحوا الاتصالات أنذاك وما إخواننا مصالح الأمن إسماعيل عماري ربي يرحمه برحمة الله. معناه مصالح الأمن كانت في العملية برضا السلطة السياسية رئيس زروال الله يذكره بالخير، وبرضا السلطة العسكرية سي محمد العماري الله يذكره الله يرحمه برحمة الله. يعني عملية دارتها الجزائر كلية ثم تنفذت كقانون مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قانون الوئام وقانون المصالحة. الدولة ما قصدهمش من الساحة الوطنية، ورسالة إشراكهم في الاستشارة اللي كانت يقال عنها أنها تكون استشارة الكل. الرئاسة بعت دعوة المزرات، دعوة الوسمو الجدي بوخمخم وسحنوني. نظن الشيء اللي حرك السلطة هو نفس الشيء اللي حرك جماعة زلالدة. أننا ماذا بينا في الاستشارة نكونوا كنا مع بعض باسكو نو سوم توس دي زالجيريان. في نفس الوقت في هذه البلاد كاين قانون، قانون المصالحة الوطنية أو ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أصبح قانون واضح في منع خلق الأحزاب لكل من له مسؤولية في المأساة الوطنية.
قانون الأحزاب اللي تعدل في 2012 كيف كيف. وأنا قناعتي الشخصية أن في هذه البلاد ما كان حتى واحد باغي يرجع الجزائر الجهنمة تاع التسعينات، وناخذ عليها دليل زيادة على القانون أن حتى ناس من نفس القطب تاع مزراد قالت احنا ماناش ماشيين في العمل. ونظن حتى مزراد مادام طايحين عليه وقال عليها راحت كذا شوية دار حرك عضلاته ماهوش رايح يدير حزب، والدولة ما تخليش يدير حزب. هذه في قضية، لأن علاش طولت في الموضوع، موضوع كثر عليه الحديث وموضوع يخوف.